السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا بك يا بني في هذا اللقاء المتجدد. سيدي، دلني على مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة يا ولدي، كما قال شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله مفاتيح الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ أيضا: لا إله إلا الله تدخل قائلها المخلص بها الجنة. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أسندت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم بها دخل الجنة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا أن تدخله الجنة؟ ودليل ذلك ما رواه الإمام البغوي بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. سيدي، السماء قبلة الدعاء، فما مفتاح السماوات؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله مفتاح السماوات. روى الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء مفتاح، ومفتاح السماوات لا إله إلا الله، فهي مفتاح السماوات للدعوات والكلمات الطيبات، كما روى النسائي عن يعقوب بن عاصم رضي الله تعالى عنه عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهما سمعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض، وحق لعبد نظر الله تعالى إليه أن يعطيه سؤله. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ولذلك صدرت بها كثير من الأدعية النبوية الواردة، أو ختمت بها من ذلك دعاء الصباح والمساء. وفي هذا القدر كفاية يا ولدي، ونتابع الحديث بإذن الله تعالى في لقاء قريب، والحمد لله رب العالمين.